الكويري هو نظام يستعمل لنعمل ريبورت او اذا بدكم مثل فلتر. اول خطوة بنعملها بنفوت على الاكسس، هون بالاكسس فتت عادي، بدي اعتبر انا عندي داتابيز مجهزه في تيبلز. هون ما حفوت بلانك، بدي افتح فايل قديم كويري الكترونية. الخطوة الثانية بدي اخلق 2 تيبل او اكثر حسب الحالة اللي عندي اياها. لاحظوا خلقت اول تيبل سميته ديبارتمنت، اذا بدي فوت على الديزاين اعتبرت في ديب اي دي شورت تكست، ديب نيم اسم الديبارتمنت. يعني عمليا هيدا الداتابيز بيحكي عن ديبارتمنت بشركة معينة. تاني تيبل هو employee، كمان حنفوت على employee. بس اكيد بعمل ديزاين نشوف شكله كيف. هون في عندي employee id، employee name، salary معاشه، sex code شاب او بنت. عملت انا look up wizard، فت على look up wizard. ديب اي دي رقم اذا بدكم القسم اللي هو بيشتغل فيه. بعطي فكرة سريعة عن المعلومات ما رقت معنا. فغلقت بهالطريقة انا 2 تيبل. ما ننسى الريليشن، هاي عملنا الريليشن وربطناهم مثل العادة ديب اي دي مع ديب اي دي. هذا الحد الادنى اذا بدكم او القسم الاول من صياغة داتابيز. الفكرة الجديدة بدي احكي عنها اليوم هي الريليشن. اكيد الريليشن واضحة هي الكويري. هفوت هون كرييت كويري ديزاين، لكن الفكرة الجديدة اللي بديها هي الكويري. وهون بعمل اد لاول تيبل ولتاني تيبل، وهون بلش شغلنا احنا لنخلق اي كويري يعني اي ريبورت بدنا اياه. هون في اخذ اعمل دراج للديبارتمنت نيم، في جيب السالري هون مثلا، بعطي فكرة بسيفها بسميها الاسم اللي بدي اياه، اكيد عم جرب انا هلا، بحط اوكي بسكرها وصار في عندنا عنصر جديد اسمه كويري. دبل كليك بيفتح عندك وهي بسموها كويري. اكيد انا هاي الكويري ما بدي اياها، بدي اخذ شغلات او كويري العمل اكثر، حالغيها بعمل رايت كليك عليها وديليت. اول كويري بدي اخذها حفوت كرييت، اول كويري عمليه كويري ديزاين مثل العاده. اخذ 2 تيبل، بدي اخذ اسم الموظف، لاحظوا بعمل كليك ودراج، بتعمل دراج لتحت بياخد مثلا ديب نيم، صار في اختار منين وين بدي الفيلدات، هاخد السالري. وصار عنا كويري بتحمل اسم الموظف، اسم القسم اللي بيشتغل فيه ديبارت نيم والسالري. هعملها سيف، هسميها امبو 1 وهيدي اوكي. كده افتحها وهون ظهر معي اذا بدكم اسماء موظفين باي قسم قد يقبضوا. هون نموذج من النماذج اللي احنا ممكن نشوفها، ممكن كتير انا اعمل تغييرات عليها فلتر معين لنقدر نتحكم فيها او نعرف التفاصيل اللي ممكن نعتزها. اوكي هلا هعمل كويري تاني. هي كويري عامي، الكويري التاني
نفس الموضوع. هون بدي احاول ادخل على شيء اسمه كريتيريا، يعني بعد ما صنعت انا الكويري ممكن اشتغل بالكريتيريا. بالكريتيريا هون مثلا employee name، اذا كتبت له اول فكره لايك اس ستار، شو بتعني هي؟ لما اقول اس ستار او استريك معناتها دور لي على كل الموظفين اللي بيبتدوا بحرف اس، حطيت اس ستار. هنشوف كيف شكلها، هنسيبها، هنسميها Q2، واكيد في نحط الاسم بدي بنفوت على Q2. لاحظوا طلع سامي. بس بهالطريقة انت صار فيك تحدد الفلتر اللي بدك اياه. لكن هاي الكويري بتعني beginning with the letter S. كمان كويري تاني، create query design، مثل العادة عم بستعرض انواع الكويري، employee name، salary، sex code، department، واكيد برجع بقول مرة تاني فينا ننقي كل الكودات اللي بدنا اياها. هلا بدي شوف هون فكرة كريتيريا تبع السالري، اكبر من 500 او من 600، هاي معناتها بس عاطيني الموظفين اللي معاشاتهم اكبر من 600. بعملها سيف، وهون اذا بدكم سميها اسم بدل عليها. هنشوف. طلع لي ثلاثة، عندي جو، أليكس وتوم، هن معاشاتهم أكبر من 500، 800، 700 و1000. هاي بسموها كويري. الكويري يعني أنت بتنقي المجموعات اللي بتناسب شغلك. أكيد هاي الكيو 1 فيها نغير لها اسمها مشان تحمل موضوع بنسبنا. بيجين هسميها with this، يعني كأن عم بقول له اختصار لها بيبتدي بحرف اس. عظيم. هلا كمان كويري انواع تاني، فوت على كويري، كويري ديزاين، امبلوي نيم، سالري. وهون بتلاحظوا الكريتيريا يعني ملكي. في استعمل شيء تاني between، حطيت greater، حطيت like، وهلق عم بستعمل between، يعني بدل المعاشات between 300 and 500. فينا نحط الارقام اللي بدنا اياها، بنسيبها وبنعطيها اسم بدل عليها مثل العادي، between 300. هيدا ماشي، هيدا اسم 500. سبب ليش بسميها هيك؟ مشان انت تقدر تتذكر لشو عاملين هاي الكويري. كمان اعطانا مجموعة اسماء كل الاسعار اللي بين 300، المعاشات 300 وال 500. وبتلاحظوا صار عندي مجموعة كبيرة من اذا بدكم الكويري. هلا هاخد بعد كويري تاني هعملها هلا، كمبيوتر ميل، هنشوف كيف الديزاين تبعها. ليش بدي اعملها سميها كمبيوتر ميل؟ لانه هحط هون ام معناتها بدي الميل، وهون بدي احط كمبيوتر. هون ممكن كتير ما تعطي شيء لانه ممكن ما يكون في ميل كمبيوتر، بس برضه هخليها احط هون ام واحط هون كمبيوتر، هسيفها، سميتها انا كمبيوتر ميل. اذا فتحتها شو هتلاحظوا؟ حطت ماشي، يعني ما في. هحاول اخلق وحده للكمبيوتر فيميل، بوت كرييت كويري ديزاين،
حط اسم الموظف salary sex code department name. هحط هون sex code بدي اياها female يعني F، وبدي احط هون الكمبيوتر ك department. هنعملها run. شو هنلاحظ؟ انه في ثلاث اشخاص او ثلاث صبايا بيشتغلوا بقسم الكمبيوتر. هسميها كمبيوتر فيميل. صار في عندي كمبيوتر ميل اللي هي فاضي ما في حدا، وفي عندي كمبيوتر فيميل اللي فيها ثلاث صبايا. في حال بدي اكثر من شرط كمان ممكن اعمل كويري نهائيه، احط فيها مثل العادي هالمره بدي اياها فيميل يعني اف، بدي السالري اكبر من 300، وبدي الديبارتمنت مثلا اكاونتينج، او لا ما هحط اكاونتينج ممكن ما يطلع شيء الان حجر، لكن اكبر من 300 وفي ميل وهيدي ران. ها في ثلاث اشخاص اكثر من 300 وفي ميل. هحاول حط شرط بعد بديهم اكاونتينج بنفس الوقت، وهذا رن طلع موظف واحد. وهون في حط اكثر من شرط بنفس الوقت، هسميها account فيميل واكبر من 100، وهيك صارت كل كويري بتدل على هدفها. لكن لاحظتوا الكويري هي عملية دمج للتابل اللي احنا اصلا عاملينهم، واكيد الشرط الاهم من هيك لازم يكون في ريليشن بين التابلز، اوكي، والا الكويري ما بتشتغل. فاين، ثانك يو فور listening.